الأيقونة المميزة جدا من سامسونج جالاكسي A80 أو A80، جهاز مميز جدا من سامسونج بواجهة كلها شاشة وكاميرا بحركة ميكانيكية. هنستعرض مواصفاته وأهم مميزاته وعيوبه، تابعوني لآخر الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وشير إعجاب ومشاركة، وما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في قناة عرب فون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. انا نزلت فيديو عن المواصفات اللي جابوها في المؤتمر عن الجهاز ده، هسيب لكم فيديو المؤتمر في الوصف، ولكن هنا هنبدأ نتكلم عن الحاجات المميزة في الجهاز وتفاصيل الجهاز. الجهاز زي ما انت شايف من الخلف ومن الامام من الزجاج بالكامل وبإطار فقط من الألومنيوم. من الأسفل الجهاز فيه السماعة السبيكر والميكروفون الأساسي ومدخل اليو اس بي سي وكمان مدخل السيم كارد في أسفل الجهاز. من أعلى الجهاز فقط الميكروفون الإضافي بتاع النويز كانسليشن. من اليمين زرار الباور ومن اليسار الأزرار اللي بتعلي وتخفض الصوت. من ناحية الشكل الجهاز تصميمه غير مسبوق، دي الألوان اللي بيجي بيها الجهاز، ولكن الجهاز شكله ومسكته في الإيد فخمة جداً. الشاشة كمان فيها تكنولوجي ما شفناهاش قبل كده في سامسونج، بالإضافة لأنه البصمة على الشاشة مباشرة ودي مش حاجة جديدة، ولكن الشاشة كمان مفيش فيها السماعة بتاعت المكالمات. زي ما انت شايف مفيش أي مكان لسماعة المكالمات نفسها اللي بتتصل بيها، لأن هم عملوا تكنولوجي جديدة إنه الشاشة نفسها يطلع منها هي نفسها الصوت. دي تكنولوجي موجودة في يووي شفناها قبل كده، ولكن أول مرة نشوفها في سامسونج. الحركة الميكانيكية في الكاميرا مجربة ومختبرة كويس جدا بحيث انها ما تخربش منك بسرعه، حتى لو انت حاولت تجبرها انك تفتحها او تقفلها بالعافيه، هي فيها سيفتي ميكانيزم بيخليها تعود لوضع الامان. بالنسبة للكاميرات الثلاثة اللي في الجهاز، الجهاز فيه ثلاث كاميرات. الكاميرا الأولى الأساسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، الكاميرا الثانية هي كاميرا الترا وايد بتلتقط صور عريضة لحد 123 درجة، وزي ما هم قالوا ده أكتر من عين الإنسان العادية. والكاميرا الثالثة هي كاميرا 3D أو كاميرا ثلاثية أبعاد للديبث سنسور، بتعتمد على التكنولوجي اسمها TOF أو Time of Flight. وعلشان نفهم الموضوع أكتر، أنا لقيت مقال على ويكيبيديا بيشرح القصة، ولكن باختصار هو الموضوع إنه بيحسب المسافة بين الكاميرا بتاع الموبايل وبين الجسم اللي بيصوره عن طريق إنه بيقيس سرعة شعاع ضوء خرج من الكاميرا وارتطم بالجسم اللي قدامه ورجع تاني، فبيقدر يحسب المسافة. إذا شعاع الضوء خرج من الكاميرا وارتطم بالجسم المقابل للكاميرا اللي هو اللي أنت بتصوره ورجع تاني، يقدر بالطريقة دي يحسب عمق الجسم. استخداماتها في تطبيقات كتيرة جدا، منها مثلا انك انت ممكن تاخد ابعاد الغرفة بتاعتك وتعمل لها ديكور تخيلي قبل ما تعمل ديكور حقيقي للغرفة. الريزوليوشن او وضوح الكاميرا بيوصل لألترا اتش دي 3840 في 2160 بكسل. امكانية تاني كمان في الكاميرا هي امكانية اللايف فوكس فيديو، هي انك انت تقدر تخلي الكاميرا فوكس او مركزة على وجهك انت بس، وتلتقط فيديو فوكس كل الفيديو على وجهك انت بس. إمكانية تاني كمان في الكاميرا هي السوبر ستيدي كاميرا، إن الكاميرا تبقى فيها وضع ثبات جدا حتى لو أنت إيدك بتتهز، كمان الفيديو اللي أنت بتصوره بيكون ثابت جدا، مش بيبان فيه الاهتزازات بتاعة حركة إيدك أثناء تصوير الفيديو والحركة. حاجة تاني كمان جميلة جدا في الجهاز هي الانتليجنت باتري، البطارية خلوها أكثر ذكاء عن طريق إن هي بتقفل البرامج اللي مفتوحة في الخلفية وبتتعلم أسلوب حياتك علشان تتأقلم وتبقى أوبتمايزد مع أسلوب حياتك أنت بناء على التطبيقات اللي أنت بتفتحها أو بتقفلها في مواعيد معينة. حاجة كمان إمكانية تاني اسمها انتليجنت بيرفورمانس انهانسر، إمكانية لتحسين أداء الجهاز عن طريق إن هي بتتعلم برضو أدائك. على سبيل المثال إنك أنت لو متعود إنك أنت تفتح إنستجرام بعد ما تتصور صورة سيلفي، فهو الجهاز بعد ما أنت تتصور صورة سيلفي بيتعلم إنك أنت محتاج تفتح إنستجرام، وبالتالي بيخليه مستعد إن هو يتفتح، بيجهزه في الجهاز وبيخليه ريدي إن هو يتفتح. بطارية الجهاز 3700 ملي امبير للساعة، كنت احب انها تكون اكتر من كده، خصوصا ان هم منزلين فئات 4500 ملي امبير للساعة، ولكن دي بطارية طبعا ذكية وزي ما قلنا بتتعلم من ادائك، وبالتالي نقدر نقول ان الرقم ده ممتاز. من اول هنا هنبتدي نتكلم عن تفاصيل الجهاز. طبعا الجهاز بيدعم شبكات الجي اس ام، شبكات
الجيل الثاني، وال HSBA شبكات الهاي سبيد بروتوكول فور اكسس شبكات الجيل الثالث، واللونج تيرم ايفالويشن شبكات الجيل الرابع. الجهاز موجود في السوق ابتداء من ابريل 2019، والجهاز من الامام والخلف من الزجاج بالكامل من الامام والخلف وبإطار معدني. الجهاز طبعا بيجي بشريحتين، اتنين سيم كارد، وبيجي بشاشة 6.7 انش، يعني شاشة كبيرة نسبيا. طبعا زي ما عرضناها كل واجهة الجهاز شاشة بكثافة بيكسل حوالي 400 بيكسل بير انش، رقم متوسط لانه الارقام واصلة ل 550، ولكن كمان الميزة ان هو قليل، ان هو بيديك توفير في البطارية، مع مراعاة كمان انه الالوان بتكون غنية في الشاشة فما فيش تأثير كبير على الشاشة. الجهاز طبعا باندرويد الاصدار 9 بواجهة سامسونج الجديدة اللي هي الوان يو اي. الاصدار النازل بيه الجهاز هو بمعالج سناب دراجون مبني بمعمارية 8 نانومتر، والاصدار المقدم من شركة كوالكوم هو سناب دراجون 730. معمارية 8 نانومتر تدي انطباع انه الجهاز هيوفر في استهلاك البطارية بالنسبة للمعالج، يعني المعالج هيوفر في استهلاك البطارية، لانه في معمارية 10 نانومتر وفي معمارية 14 نانومتر. كل ما الرقم ده بيكبر معناها انه الجهاز هيستهلك بطارية اكتر في حالة ما يكون المعالج بيشتغل في الحاجات اللي فيها جيمز او جرافيك او الحاجات اللي بتحتاج المعالج بكثرة. فرقم 8 نانومتر يدي انطباع انه المعالج موفر في استهلاك البطارية. الجهاز طبعا ب 8 انوية، منهم نواتين بسرعة 2.2 جيجا هرتز و 6 انوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز، وكمان معالج الجرافيك الشهير المقدم من سامسونج من نوع ادرينو الاصدار 618. مفيش للاسف مدخل مايكرو اس دي في الجهاز، فيعني ما تقدرش تزود مساحه الجهاز، والمساحه اللي بيجي بيها الجهاز هي 128 جيجا وب 8 جيجا رام. يعني رقم 8 جيجا رام رقم كبير، ولكن يمكن كان افضل لو يوفروا مساحات اكتر من ال 128 جيجا. الكاميرات طبعا احنا اتكلمنا عنها، ولكن الكاميرا الاساسية في الجهاز 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة اف على 2.0، كاميرا تانية الترا وايد بتلتقط صورة عريضة للبانوراما بفتحة عدسة اف على 2.2، وهي كاميرا 8 ميجا بيكسل. الكاميرا التالتة كاميرا التايم اوف فلايت، كاميرا 3D. والجهاز طبعا في وضع ال HDR هو وضع موازنة الألوان، وبيلتقط فيديو بدقة 2160 ب 30 إطار في الثانية. الكاميرا طبعا الكاميرات الثلاثة يعني مفيش طبعا كاميرا سيلفي، ولكن الكاميرات طبعا موتورايزد اللي بتطلع زي ما استعرضناها، طبعا بتحتوي على نفس الإمكانيات، فمفيش حاجة اسمها كاميرا سيلفي لأن كاميرا السيلفي هي الكاميرا الأساسية. لود سبيكر، طبعا الجهاز بيحتوي على سبيكر، مش بيحتوي على مدخل 3.5 ملي جاك بتاعه السماعات الرأس التقليديه. كنت احب انه ده يكون موجود لانه السماعات دي متوفره كتير واكيد كلنا عندنا منها. الاكتيف نويز كانسليشن، الجهاز فيه اكتيف نويز كانسليشن، ده وضع انه الجهاز بيكون فيه مايكروفون في الاعلى ومايكروفون في الاسفل، ولما انت بتتكلم الجهاز بيسمع صوتك من اكتر من مصدر عن طريق المايكروفونين، وبينقي الصوت ويطلع للطرف الثاني الصوت الانقى. فانت لو في مكان فيه ضوضاء، الجهاز عن طريق الجوريثم معين او كود ذكي بيقدر يلغي الضوضاء عن طريق استعمال المايكروفونين. طبعا الجهاز بيحتوي على واي فاي وبلوتوث الاصدار 5 الاكثر تطور، وجي بي اس من نوع الادفانسد جي بي اس، وكمان في راديو اف ام، يعني حاجة نادر لما نلاقيها حاليا في الاجهزة، ولكن جميل جدا ان هي تكون موجودة. طبعا مدخل اليو اس بي في الجهاز هو نوعه تايب سي، البصمة على الشاشة مباشرة زي ما قلنا البصمة، وكمان سماعات المكالمة كلها على الشاشة مباشرة. في طبعا من ضمن المستشعرات اللي موجودة في الجهاز مستشعر الاكسلروميتر ومستشعر الجيروسكوب. الجيروسكوب هو اللي بيحس بتمايل الجهاز اذا كان الجهاز افقي او رأسي او مائل. في كمان مستشعر البروكسيميتي سنسور، البروكسيميتي سنسور ده اللي بيقفل الشاشة لما تكون انت بتتكلم مكالمة علشان خدك ما يلمس الشاشة وانت بتتكلم مكالمة، فالجهاز يضغط على حاجات وانت مش عايز. وفي طبعا الكومباس اللي هي البوصلة. الجهاز طبعا نزل منه فئة واحدة بسعر 650 يورو او 750 دولار او 2700 ريال سعودي او قطري او درهم اماراتي او 13000 جنيه مصري. بعتقد ان ده سعر مناسب بالنسبة للمواصفات. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل له